نشوف اخر صورة معانا يا اتفضل دكتور عشان الوقت كمان. اتفضل. واحنا دي ايه بقى؟ اه بصي قد ايه الابتكار ده يعني صغنن. ده عبارة عن ايه اصلا؟ يعني تفتكريه؟ لا بصوا اتعلموا يا جماعة معايا وانا بتعلم معاكم. size isn't everything، حطوها في دماغكم مثال. الحجم ليس كل شيء، ممكن حاجة تبقى صغنونة جدا لكن تعمل لك حضارة لوحديها. تحب اعرفكم على اداة مرخت، اسمها كده بالهيروغليفي مرخت. يعني ايه مرخت؟ أداة المعرفة. ايه أداة المعرفة؟ دي بتجيب لك اتجاهات، بتحطيها ممكن عشان تشوفي اتجاه الشمال جاي من نجمة الشمال ازاي، مسطرة عليها أرقام وعليها زي فكرة المسطرة بتاعتك. يعني جهاز صغنن به معارف كثيرة جدا. دي نفس الفكرة اللي بعد كده بقت الأسترولاب، اللي هو الاسترلاب، اللي هو قالوا عليه إن السماء في كفك، يعني كل التحركات بتاعه الاجرام السماويه دي والشمس والقمر والنجوم والكواكب، المسلمين كانوا بيتعاملوا معاها بعبقريه ازاي؟ بيعرفوا الاتجاهات بالاسترولاب، بيعرفوا الاتجاهات بالاسترولاب. طب فكره قبل كده كان في ايه؟ كان في ادوات علميه اخترعها المصري القديم، عشان انا بقول لك العمليه متسلسله، ومرخت دي واحده منهم. مرخت دي ممكن تكون استخدمت في معرفه اتجاهات الاهرامات واتجاهات، لان انت لما بتيجي بتبني هرم ده لغز يبقى في كبير اتجاهات طبعا. كبيره. بنقعد نفكر ازاي عرفوا الشمال، ازاي عرفوا اتجاه الشمس هتيجي تبقى تتوسطن في الوقت ده من السنه، كلها الغاز الحقيقه. طب سؤال اخير قبل ما اتفضل. نختم، عشان انا سالتك كحل العين، هل دي فعلا خرافه كحل ولا فعلا العين المصري؟ استخدم في مصر القديمه، واستنوا حلقتي معاكم عن المراه هشرح لكم مفاجات عجيبه في كحل عين المراه المصريه. يعني المصري القديم هو اللي اخترع فعلا الكحل ده، يعني كده قولا واحدا. ده هايل جدا، شوقتنا الحلقه الجايه يا دكتور. نشوف حضرتك ان شاء الله الحلقه الجايه نتكلم عن المراه المصريه، كان ليها تواجد مهم وحظيت بامتيازات عديده في مصر القديمه. خلونا نتابع مع حضراتكم ده في الفقره الجايه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور بسام الشباع، المؤرخ وعضو الجمعيه التاريخيه. اشكرك شكرا جزيلا. اشكرك يا فندم. واشكر حضراتكم ايضا على طيب المتابعه. نشوف حضراتكم ان شاء الله في حلقه جديده من 8 الصبح. ابدا يومك صح.